اهلا وسهلا بيكم متابعينا على صفحتنا على فيسبوك. بالنسبه للفول الصويا، اسئله كتير جدا جدا، احنا بنطلع فيديوهات كتير عن الفول والسمسم، ان دول يعتبر دول وقت الحصاد بتاعهم، والاسئله كتيره جدا. طيب هنشوف، طبعا في تحسن في اسعار الفول الصويا. بدايه يا جماعه، ادي الفول الصويا اهو، تمام، هو ده الفول الصويا. بالنسبه، في ناس قالت بيقعد كام يوم بعد الحصاد زي كده، والله على حسب، تمام، خليك معايا كده. يعني لو كله معاك بالشكل اللي انت شايفه ده، تمام، يعني في ناس بتسيب الفول لما يقعد بالشكل ده، تمام، يعني ان هو يستوي كله، فما فيش اي مشكله. والله لو حصدته بالشكل ده ممكن يقعد 3 ايام ويتم التغمير، تمام، انما لو في ورق اخضر زي ما انت شايف كده ممكن يقعد 5 ايام، يعني من 4 لـ5، يعني هو كله بعد مده الحصاد ممكن يقعد طبعا 3 ايام لحد 5 ايام ويتم التغمير، تمام. دي اول حاجه. بعد التغمير يتم الدريس بعدها بيومين. بعد التغمير يعني هو كل الفترة كلها ما بين الحصاد والدريس، والله معاك من 8 ايام لحد 9 ايام حسب ما انت حاصد، لو اخضر او ناشف شوية. ده بالنسبة للدريس والحصاد. طيب في ناس قالت، يعني في ناس يعني اول مرة تزرع فول صويا يا جماعة، يعني احنا بنقدم محتوى، يعني محتوى ذو قيمة، يعني بنحاول نفيدك، فحاول شايف الفيديو عشان غيرك برضو يستفاد. يعني في ناس بتسأل بتقول التغمير الربط اللي هو الغمر بتاع الفول الصويا ده بيتربط ولا بيقعد زي ما هو؟ لا، ده بيقعد زي ما هو، انت بتغمر بس. ولو صورنا طبعا الدريس لما تيجي تشيل بتجيب حاجه كده تشيل عليها وتخش على الدراسه على طول. بالنسبه لانتاج الفدان، والله انت ورزقك، تمام، هو حسب الارض وحسب المزارع. يعني ممكن الفدان يجيب يعني معاك من طن لحد طن ونص وطن وربع واتنين طن الا ربع في نوع الوزاره، حسب رزق ربنا ليك وحسب الارض وحسب المزارع. ده بالنسبه للانتاج. بالنسبه لسعر الفول الصويا، طبعا من حوالي اسبوعين لورا كان ب 22200 جنيه للطن و22، النهارده 6/8/2024 احنا بنقول لك التاريخ عشان ممكن الاسعار تغير بعد كده وانت تسمع الفيديو بعديها، فاحنا بنقول لك اليوم اللي فيه السعر النهارده، تمام. النهارده 6/8/2024 اسعار الفول الصويا 23500 جنيه للطن، 23500 جنيه للطن، الطن 1000 كيلو، عشان يبقى الكلام واضح اهو وصريح. ربنا يرزق جميع المزارعين خير يا جماعه. ده احنا قلنا ان احنا بنقدم لك محتوى ذو قيمه، محتوى مهم، ده خير بلدنا وخير الارض ورزق المزارع، فانت حاول تنشر الفيديو عشان غيرك يستفاد. ده بالنسبه لاسعار الفول الصويا وانتاج الفدان وحصاد. قلنا قبل كده في نقط مهمه جدا جدا لازم نتكلم فيها، اتكلمنا فيها وانوهالك لك تاني دلوقتي. الفول الصويا يتم حصاد الفول الصويا معاك من الساعة 2 الفجر لحد الساعة 7 صباحا، من 2 الفجر لحد الساعة 7 صباحا ابتدي احصد اقصل الفول الصويا، تمام. التغمير كذلك الامر، يبقى الحصاد والتغمير معاك من 2 الفجر لحد الساعة 7 الصبح عشان الجرون ما تفتحش منك، لان فترة الصبح بتبقى دبلانة مش شغالة اي حاجة. الدريس عكس ذلك تماما، الدريس لازم تدرس الفول الصويا معاك من الساعة 10 صباحا و11 صباحا لحد يعني معاك لحد المغرب شغل، تمام، في الدريس. يبقى الدريس عكس الحصاد وعكس التغمير. حابب تسأل اي حاجة برضو اتفضل اكتب في التعليقات. في ناس بتقول اعرف ان الفول الصويا امتى الفول الصويا بيصل؟ لما يبقى معاك بالشكل ده، تمام، اللي انت شايفه قدامك في الصورة ده، والله عايز تقصل عادي، يعني لو مش هتخدر حاجة دلوقتي عادي، عايز تنتظر يومين ثلاثة كمان مفيش أي مشكلة، عايز تنتظر يومين ثلاثة كمان مفيش أي مشكلة. حاليا الناس مستعجلة، الناس عايزة تجهز الأرض لزراعة البطاطس عشان تلحق تخدر قمح، ففي ناس يعني بتضطر إن هي تقصل الفول أخضر شوية كده للضرورة. انتظروا كل جديد. شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.